على التليفون السيد مشعل أسداري رئيس اتحاد السيارات السعودي، رئيس اتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية. مرحبا بك سيد مشعل. هلا، مساء الخير أختي الكريمة. سيد مشعل، مبروك للسعودية الفوز لأول مرة بلقب رالي سوريا. والله الحمد لله، يعني ما منذ عام 1995 طبعا. والله الحمد لله، يعني يزيد ما شاء الله عليه، يعني بطولات مستمرة إن شاء الله. نعم سيد مشعل، يعني هل كنتوا تتوقعوا الفوز ليزيد بصراحة قبل رالي سوريا؟ وشو رأيك بتصريحات يزيد النارية يعني اللي أطلقها قبل الرالي؟ هل بتوافق عليها؟ هل معها التصريحات أنت كرئيس اتحاد سعودي؟ أنا والله ما يعني ما تابعت التصريحات، بس أنا اللي يعني عرفت أنه هو كان صرح أنه أنا قال أنا جاي لسوريا للفوز، وأظن أنه هو يعني حط لنفسه هدف وعمل له، يعني فأنا ما أدري عن التصريحات الثانية. هو بعد الرالي كمان قال الفوز، يعني لشو العالم استغربت، الفوز برالي سوريا أمر طبيعي جدا، فوزي أنا برالي سوريا كان أمر طبيعي جدا. والله يعني ما أقدر أحكم على تصرفات يزيد، بس أنا اللي أشوفه ما شاء الله عليه الموهوب، وعنده قدرة أنه يحقق الحاجات اللي هو يوعد فيها. طيب خلينا نحكي عن يزيد بعد اكثر، يعني يمكن هلا هو بيمثل الحاضر تبع السعوديه كسائق سيارات، والماضي كان عبد الله بخشب عندكم كسائق برز. لا يعني لا ننسى كمان ماجد الغامدي، يعني حقق ثاني بطوله العالم في اثر باحه عام 2008. طيب بس خلينا نحكي برايك، يعني شو وجه المقارنه بين يزيد الراجحي وعبد الله بخشب؟ والله شوف، يعني عبد الله بخشب جاء في فتره ويزيد في فترة، عبد الله بخشب كان في فترة ما كان فيها في السعودية رياضة السيارات أو اتحاد، وكانت عملية المشاركات كلها خارج المملكة العربية السعودية. نعم. يزيد بدأ مع بداية نشاط رياضة السيارات في المملكة من أيام اللجنة السعودية لرياضة السيارات والدراجات النارية، وتطور معها. نعم. على يزيد. نعم على نفس الوتيره اللي هو ماشي عليها، ان شاء الله اتمنى له مستقبل مره طيب في رياضه السيارات، مو بس على مستوى الشرق الاوسط، على مستوى العالم ان شاء الله. نعم. طيب سيد راليات، يعني برايك اذا ضلوا يزيد ماشي على نفس الخط، هل بيكون افضل من عبد الله بخشب؟ يعني بيحقق انجازات اكثر من عبد الله بخشب ما حققها للسعوديه؟ والله شوفي يزيد، يعني عنده الوقت، يعني ما ابغى انتقص من عبد الله بخشب، عبد الله بخشب عضو اتحاد معي زميل وكل شيء وفي وقت، يعني ما نقدر نقارن لانه ما هم في نفس المرحله. نعم. بس في معطيات كثير يمكن كانت وقت ايام عبد الله بخشب ساعدته اكثر من يزيد الراجحي حاليا، يعني عبد الله بخشب كان يسوق سياره دبليو ار سي، وكان عنده يمكن الدعم ان كان من شركات داخليه ولا شركات خارجيه مثل شركه مالبورو. يزيد حاليا من داعمه بالسعوديه؟ دبليو ار سي اللي انت تتكلمي عنها سابقا 15 سنه تطويرها، وبعد 10 سنوات تختلف حتى السياره. نعم. طيب يعني حاليا يزيد من وين بياخذ الدعم سيد مشعل؟ والله كثير منه يكون في موارده الذاتيه، يعني احنا نوفر له الدعم المعنوي والدعم اللي يقدمه له محدود الى حد ما، لكن ما شاء الله عليه يعني هو قادر على انه يدعم فريقه نفسه من مصادر التمويل الذاتيه. طيب سيد مشعل، يعني برايك شو سلبيات وايجابيات يزيد، وشو بتنصحه بمشواره ببطوله الشرق الاوسط، ان كان ببطوله الشرق الاوسط او بطوله الباها اذا شارك فيها؟ والله انا اشوف انه عنده الحماس، وعنده الموهبه الفطريه في القياده، وكثير من سلبيات الوقت بس بدات تروح، يعني شوف كل السلبيات الماضي كان مثل شو يعني؟ يعني يهم حتى لو ضحى بالنقاط، يعني مثلا يقول له ما عندي فرص، ما يعني ما ابغى ثالث او خامس، اهم شيء اني افوز بالمراحل. حتى لو الان لا، انا ما احب انه بدا يعني سلوك الابطال، يعني يحسب حسابه ليش لو مثلا في هذا النقطه ما احافظ على السياره، احافظ على المرحله، اتوقع مع هذا السلوك ان شاء الله انه بيحقق كثير طيبه. هل برايك يعني الفريق اللي استقدمه ساعده على تنميته، يعني فريق رونس فريق عالمي،
هل هالشيء اثر على يزيد على طريقه تفكيره استراتيجيات يلي عم يتبعها هالسنه على السنه الماضيه بطوله الشرق الاوسط؟ يعني ما في شك طبعا لما يكون عنده احتكاك على مستوى في استراتيجيه للفريق راح يحسن الاداء، بس انا الامر اقول يعني نقطه موجوده من عند يزيد ما كانت موجوده، لانه لما فاز برالي كان كثيرين يعني سووا عندهم القدره يعني. نعم سيد مشعل الزبيري رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجة النارية، مبروك جدا للسعودية على هذا الإنجاز، مبروك ليزيد الراجحي بفوزه بلقب رالي سوريا، وشكرا لك على هذه المداخلة.